مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من برنامجكم طبيب اليوم. زي ما متعودين كل يوم خميس احنا بنلتقي بفقره الرشاقه والمعلومات الغزيره اللي ضيفنا متعود يقولها لنا، واهم التعليمات لمرضى السمنه وازاي بنقدر نتخلص منها، وكمان ازاي نعيش حياه صحيه مع لايف ستايل خاص بينا مع غذاء صحي متكامل. وهنتكلم عن ده واكتر كمان مع اللي منورنا النهارده دكتور مصعب ربيع، استشاري العلاج الطبيعي واذابه الدهون، مدرس كليه العلاج الطبيعي جامعه 6 اكتوبر. محاور حلقتنا النهارده: ما هي الاسباب التي تؤدي الى السمنه، وكيفيه التخلص من السمنه، ودور الاجهزه في التخسيس. اهلا بيك يا دكتور، منورنا النهارده في طبيب اليوم. وزي ما متعودين كل يوم خميس انا عن نفسي بستفيد من المعلومات اللي حضرتك بتقولها لنا، بحاول اطبقها طول الاسبوع بس مفيش فايده ولكن يعني بجد لا لازم احنا لازم ننجح ان شاء لازم الله لازم ننجح ان شاء الله. في ناس لما بتخس، لما بتبقى ناويه تعمل دايت، بتفكر انها تتخلص من وجبه من اتنين، يا الفطار يا العشاء. هل ده بيأثر بشكل اكبر، او من وجهه نظرهم بيشوفوا ان ده بيخلي التخسيس بيكون اسرع او الدايت بيجيب نتيجه اكتر؟ راي حضرتك في ده؟ طبعا دي غلطه فظيعه جدا جدا جدا. والشخص اللي عايز يخس لازم يعرف ان هو عمليه انقاص الوزن ديت عمليه معقده، ومحتاجه ان احنا نبقى ماشيين على اسس علميه، ما نبقاش ماشيين فيها بالذراع. يعني عارفه عملية ان انا الغي وجبة الفطار او الغي وجبة العشاء، او ان انا الغي النشويات تماما وابقى باكل وجبة واحدة بس ما فيهاش نشويات، دي عملية خطيرة جدا، لان هي بتقلل جدا من معدل الحرق. فلما يقل من معدل الحرق هيحصل ثبات على نزول الوزن في الميزان. فهتلاقي الشخص يقول لك ده انا مقلل الاكل خالص، ده انا باكل وجبة واحدة بس، ده انا مانع النشويات ومش بنزل. لان انت عملت حاجة غلط ادت الى ان معدل الحرق يقل. مش كده وبس، لما اكل انا وجبه واحده بس، يعني اصحى الساعه 7 انزل الشغل واقعد طول اليوم مش باكل، واجي على الساعه 5 6 اكل وجبه الغدا بتاعتي، هتلاقي معدل السكر في الدم ابتدى يقل. فلما معدل السكر في الدم بيبدا يقل، بيبقى الشخص بيجي ياكل وجبه واحده بس بيكون جعان جدا 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 جدا، فبياكل كميات كبيره جدا. خلاص، فاول حاجه العادات الغلط ديت تلاقيه اقول لحضرتك ياخد غدا مع حاجه حلوه، مع شاي مع فاكهه، كله جداً. في قعده واحده كده نخلص. فكره ان انا الغي الفطار والعشاء وفكره ان انا الغي النشويات ديت بتعمل اول حاجه بتقلل من معدل الحرق، وده مش بيخلي الشخص يخس. تاني حاجه ان هي بتقلل من نسبه السكر في الدم، فبتدخل الشخص في جوع، من يعني جوع شرس جدا جدا، خليه ياكل كميات كبيره زي ما انت لسه قايله دلوقتي. بجانب حاجه ثالثه، ان فكره ان انا امنع خالص ديت بتخلي الجسم بيفرز هرمون بيخلي كل الاكل اللي انا دخلته في الوجبه ديت الجسم اختزن الاكل ده كله في صوره دهون. يبقى دي ثالث مشكله ليها. بجانب رابع مشكله للموضوع دوت، ان الجسم بيفقد املاح معدنيه وبيفقد فيتامينات، بتدخل الشخص ان هو بيبقى عنده انيميا وبيفقد الزنك وبيفقد فيتامينات وبيفقد املاح معدنيه وبيخس سوائل، مع ان انا عايز افقد الدهون، لان هي الدهون هي ديت الماده المضره اللي انا عايز اتخلص منها. خلاص، فيبقى انا جوعت الجسم خالص، اكلت وجبه واحده في اليوم، قللت من معدل الحرق، قللت نسبه السكر في الدم، خليته ياكل الوجبه اللي بياكلها بنهم شديد، الجسم فرز هرمون خلاه يختزن كل الايه الاكل اللي دخل، اللي دخل دوت يختزن في صوره دهون، فقدت املاح معدنيه، دخلت في انيميا، الانيميا بتقلل من معدل الحرق اكتر، وابتدى الشخص يحس ان هو ايه في نوع من ان هو هزلان، ضعفان. في فرق جامد جدا وقوي جدا بين ان انا عايز اخس وافقد الدهون، وفي فرق بين ان انا بضعف. تمام، يعني انا مش انا عايز افقد الدهون ومش عايز اثر على الصحه العامه بتاعتي، على الصحه العامه. ففكره انقاص الوزن ديت لازم تتاخد بصوره علميه جدا جدا جدا، عشان ما تحصلش مضاعفات نتيجه ان انا سلكت طريق مش سليم. خلاص،
ان انا افقد العضلات وان انا افقد المعادن وان انا افقد السوائل وتفضل الدهون زي ما هي، ده غلط جامد جدا جدا جدا، لان في حد ذاته كل العوامل ديت بتقلل ان معدل الحرق بتاع الشخص. طيب دايما كان في مثل كده يقول، انا مش فاكره النص بتاعه بالظبط، بس لازم نفطر فطارنا كله والغدا النص وارمي العشاء، يعني اتخلص من العشاء. فهل ده صحيح مع انظمه الدايت الجديده، ولا المفترض ان انا اكل الثلاث وجبات طبعا بصوره معقوله وكمان يكون في سناك في النص ما بينهم؟ نفس يعني نفس الفكره، لا انا هاكل الفطار وهاكل الغدا وهاكل العشاء وهاكل اكل بين الوجبات كمان، لان فكره ان انا اتعشى وبعد كده لازم اتعشى، لان بعد كده انا هنام حوالي 6 ساعات، الجسم محتاج طاقه خلاص، والجسم مش عايز اصحى الصبح ابقى عندي جوع شرس جدا 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 عشان اكل فطار قوي جدا، لازم انتظم على الفطار والغدا والعشاء والاكل بين الوجبات كمان. الاكل ما بين الوجبات. اه المواعيد، انا عايز اعرف مواعيد كل وجبه المفروض تكون ايه، الساعه كام بالظبط، والسناك كمان ممكن اكل ايه سناك. ده سؤال جميل جدا جدا. انا الشخص اللي بيجي بيخس عندي في العياده انا بديله نظام دايت، ونظام الدايت هو ليس نظام اكل بس، مش نظام اكل بس اللي هو في الفطار تفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى ايه، لا احنا بنحدد نوعيات الاكل في الفطار وفي الغداء وفي العشاء على حسب التقييم اللي احنا عملناه ومعدل الحرق اللي موجود، وبنحدد له حتى كمان المواعيد. وفي حته المواعيد انا مش عايز ابقى ريستريكتد فيها جامد قوي خلاص، علشان يعني الحياه والشغل بالظبط. الفطار انا محتاج ان هو يكون قبل الساعه 12 خلاص، وكل ما يكون بدري كل ما يكون احسن. تمام. الغداء قبل الساعه 6 وكل ما يكون بدري كل ما يكون احسن. والعشاء قبل النوم بساعه خلاص. بين الوجبات بعد كل وجبه، يعني بعد لما افطر بعدها بساعتين انا ممكن اخد وجبه خفيفه. وجبه خفيفه زي ايه؟ من ثمره لثمرتين فاكهه، طبق سلطه، سلطه وتونه، زبادي وثمره فاكهه، كوبايه عصير. ده ايه ده؟ بين الوجبات. بين الوجبات، بين الوجبات تونه. اه يعني انا هفطر وبعد الفطار بساعتين انا ممكن اخد وجبه خفيفه على اساس ايه؟ ان انا مش عايز اوصل الجسم ان هو يجوع، لان لما الجسم يجوع الجسم اذكى مني خلاص، لما يتمرد اللي داخل بعد هيخزنه. فانا هي دي نقطه مهمه جدا، ودي نقطه كل الناس اللي بتبقى عايزه تخس يقول لك انا هقفل بقي خالص. لا، ايام زمان كنا بنستخدم مدرسه ان انا ادي حاجات تقفل الشهيه. وجدنا ان النقطه ديت والطريقه ديت او المدرسه ديت غلط خلاص، لان الجسم بعد كده لما بشيل الحاجه اللي انا سدد بيها الشهيه الجسم بيخزن كل الاكل اللي داخله. دلوقتي لا، انا هديك اكل زي ما قلنا كده خلاص، بس نوعيه الاكل ديت هي ايه، كميه الاكل هي ايه، طريقه الطبخ هي ايه، هي ديت النقطه اللي احنا بنشتغل عليها. طيب اسمح لي، احنا هنكمل في الموضوع ده لان ده بالنسبه لي مهم وبالنسبه اكيد لكتير من مشاهدينا. لكن كاميرا برنامج طبيب اليوم كان متواجده في المركز الخاص بدكتور مصعب ربيع، هنتابع مع بعض الحاله من هناك ونرجع لكم مره ثانيه في برنامجكم طبيب اليوم. اسمي ولاء عبد المالك عبد العال، بقالي في المركز هنا حوالي 5 شهور بتابع مع دكتور مصعب. بصراحة أنا كنت جاية حوالي 97 كيلو، طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، دلوقتي بقى وزني ما بين 75-76 كده، يعني بيتراوح بين الوزنين دول. فطبعا مجهود من الدكتور جميل جدا، يعني كنت فاقدة الأمل أني ممكن أنزل، كانت نسبة الدهون عندي عالية جدا، كنت ببقى حاسة أني لا اللبس كويس فيا ولا الشكل كويس. دلوقتي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، بحس أن أنا جسمي رجع تاني أنه يبقى مثالي، أو على الأقل شكلي بقى معقول على طولي. طبيعة الدايت دايما بتبقى الحمد لله ما بتسبب ليش أي مضاعفات، إلى حد ما ما فيش أي مضاعفات الحمد لله، ما فيش أي حاجة عانيت منها في الدايت خالص تقريبا. متابعة الدكتور دايما حتى في أسئلته دايما بتبقى في أي صداع في أي تعب حسيتي بيه الأسبوع ده، فالحمد لله كل حاجة بيبقى متابعها معايا كويس جدا. اللهم لك الحمد والشكر، انا وصلت دلوقتي الحاله انا راضيه عنها على الاقل، فبفضل ربنا وفضل الدكتور مصعب والله وبتعبي برضو، لاني كنت ببقى يعني حريصه جدا جدا على كل تعليماته.
كان برضو من ضمن الحاجات اللي عملتها خدت برضو جلسات ليزر. الحمد لله برضو اشتغلنا هنا في المركز او اشتغلوا معايا في المركز هنا 8 جلسات لوبيترا، كانت بصراحة كانت هايلة بالنسبة لي، نزلت منطقة الدهون اللي كانت في البطن بشكل فظيع. يعني انا عن نفسي كنت ببقى حاسة ان بطني شكلها كبيرة جدا، دلوقتي لا الحمد لله. ورجعنا مرة تانية مع دكتور مصعب ربيع استشاري العلاج الطبيعي وإذابة الدهون ومدرس بكلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر. مكملك كلامي مع حضرتك عن الوجبات، حضرتك قلت لازم بحدد الكميات والسناك مفتوحة، يعني السناك اللي حضرتك قلتها دي خطيرة بصراحة. فكرة الأكل ديت فكرة مهمة جداً لأن في نقطة مهمة جداً يا دينا محتاجين إن احنا نعرفها. معدل الحرق، معدل الحرق دوت بيزيد عملية الهضم نفسها اللي بتحصل في الوجبة بتاعت الفطار والغداء والعشاء والأكل بين الوجبات. عملية الحرق ديت في حد ذاتها بتستهلك طاقة طبعا، بتستهلك سعرات حرارية، فعايزة يكون في داخل كتير علشان كتير تقدر تحرق. بس أهم حاجة أنا عملية الهضم استهلكت كتير، رفعت من معدل الحرق، طيب وبعد كده الأكل اللي دخل ده اتهضم مداني سعرات حرارية تانية. الفكرة ان انا اشغل عملية الهضم اخد سعرات حرارية او احرق سعرات حرارية بعملية الهضم، بس يكون نتيجة الهضم دوت سعرات حرارية برضو قليلة، ما يبقاش سعرات حرارية عالية كتير. لازم اعلق على الحالة اللي حضرتك عرضتها، وواضح طبعا اختلاف الوزن، كان خسيت كام كيلو تقريبا؟ مش متذكر بس 22 كيلو. كيلو اعتقد 22 كيلو ده طبعا وزن كبير. واهم حاجة الشكل، والشكل بقى في الشيب بتاعها متناسق كله مع بعض، اجزاء الجسم تبقى متناسقه مع بعض. وده بناء على ان احنا بنقيم الحاله وبنشوف الدهون متركزه فين. يعني لو بصينا على الصوره هتلاقي ان منطقه البطن ديت هي اكتر مكان فيها دهون، ده بالنسبه لسيدات مصر كلها والوطن العربي ومنطقه البطن والارداف. ودهون البطن ديت بتبقى دهون مضره بالصحه، فهي بتأثر على القلب وبتأثر على الكلى وبتأثر على الكبد وبتأثر على الضغط وبتأثر على السكر، كل المشاكل ديت بتكون سبب سنة ودهون البطن. صحيح. السؤال بقى الأبرز والناس كلها بتسأل عنه، هو ده بيبقى دايت مع أجهزة ولا أجهزة بس؟ يعني ممكن أعمل أنزل الوزن ده بس بمجرد أجهزة؟ حضرتك دايما بتقولي لازم الاثنين مع بعض، النظام الغذائي بناء على تقييم الحالة. تمام. بناء على تقييم الحالة وبنشوف كمية الدهون قد ايه وكمية السوائل قد ايه وكمية الأملاح المعدنية قد ايه وتوزيعة الدهون ديت بالنسبة للجسم قد ايه. لما نلاقي الشخص عنده كمية دهون متوزعة في الجسم بصورة سليمة متساوية خلاص، ساعتها انا بشتغل بنظام غذائي بس. لو كانت الدهون متوزعة في الجسم بطريقة غير متساوية، يعني منطقة فيها كمية دهون كتيرة، يبقى ساعتها لازم بنعمل تدخل بأجهزة تفتيت الدهون خلاص، لأن ديت بتبقى مشكلة. في بعض السيدات وبعض الرجالة تلاقي إن هو مثلا تلاقي الست من نص الجسم من فوق كويس جدا جدا ومتناسق، وبعد كده بتنزل في الأرداف في حاجة كده غريبة، يعني عارفة تلاقي حتى الست بتلبس من فوق مقاس ومن تحت مقاس تاني خالص. خلاص المفروض إن ده غلط، لازم يكون ده غلط، لازم يكون في تناسق بين أجزاء الجسم كلها. فيبقى ساعتها بنبقى محتاجين حاجة تساعد إن الجسم يفقد دهون من المنطقة ديت. تمام. هسأل حضرتك سؤال محرج شوية. بعض المرضى وبعض مرضى السمنة بالذات بيخافوا قوي ان هم يلجأوا للجلسات علشان اسعارها، يعني اسعارها بتكون غالية قوي وبتختلف من طبيب للتاني وبتتفاوت كمان الاسعار، وكل ما السعر بيغلى دكتور يقول اصل الجهاز بتاعي مختلف عن الجهاز اللي عند الدكتور ده، النتيجة بتاعته فعالة. تبقى الناس بترجع بقى للورا، ايه ده انا مش هقدر اخس كده، يعني بترجع بقى خطوتين ورا عشان الاسعار. بصي فعلا ديت بتبقى نقطه، واحنا الواحد يعني حسها من الحالات اللي موجوده. وانا عندي في النقطه ديت حليت الموضوع دوت، انا في الاخر انا عايز استلم نتيجه. خلاص يهمني جدا ان انا استلم نتيجه. فاحنا حته التكلفه ديت حته احنا تداركناها، ان احنا حطينا زي ايه مبلغ بسيط خلاص ينفع على جميع الحالات خلاص، بناء على عدد لا يعتمد على انا هعمل كام جلسه. يعني انا همسك الحاله ديت هبدا اشتغل عليها، تمام، هتبقى تكلفه في حدود المقبول،
خلاص، وهتابع الحاله ديت على حسب ما الجهاز على حسب ما الحاله تحتاج هندخل وهنعمل وهنشتغل بناء على، مش هبدا احاسب بالجلسه والحته ديت. يعني حضرتك زي ما بتقول كده هتبقى باكج على بعضها. بتعامل معاها على اساس الحاله كلها، الحاله كلها على اساس ان انا اقدر بالدايت بالمتابعه بكل حاجه، على اساس ان انا اقدر ان انا اوصل لنتيجه كويسه واساعد الشخص. لان الشخص اللي بيبقى عنده مشكله في السمنه ديت، سواء سمنه موضعيه او سمنه الجسم بالكامل ديت، ده بيبقى شخص عنده مشكله. انا هقف معاه وهساعد معاك في النقطه ديت، لان هي المشكله الماديه ديت بتبقى هي النقطه اللي بتبقى أساسية. اغلب الناس بيبص عليها على اساس ان احنا نقدر نتعدى النقطه بتاعه التكلفه ديت، ونقدر نوصل لنتيجه كويسه وعشان نتخلص من مشكله السمنه دي. هل حضرتك لما بتيجي عند حضرتك اي حاله بتبدا دايت مثلا فتره اسبوعين ثلاثه شهر وبتبدا تدخل اجهزه، ولا بتعمل ده مع بعض عشان المريض يحس بالنتيجه فيبدا عنده الحافز؟ ما هو انا لو عملت التقرير لقيت ان الشخص عنده نسبه الدهون زياده وعنده توزيعه الدهون غير متساويه، يبقى ساعتها انا عندي مشكلتين. الشخص ده عنده مشكلتين، خلاص هو بالنسبه له انا عايز اخس، يعني بالنسبه للحاله انا عايز اخس، بس انا بالنسبه لي بناء على التقرير اللي انا شايفه انا عندي مشكلتين، مشكله الوزن والنزول على الميزان ومشكله الشكل. خلاص، فانا من في الحاله ديت انا ببدا من اول يوم ان انا ابدا اشتغل بنظام غذائي اللي هو الفطار والغداء والعشاء والاكل بين الوجبات وكل الحاجات ديت، وبيبقى مقياسي بيها الميزان عشان احل المشكله الاولى اللي هي مشكله الوزن. عندي المشكله الثانيه اللي هي مشكله الشكل، دي انا ببدا فيها من اول يوم على اساس ان انا ابدا اتخلص من الدهون المؤديه الى الشكل الغير متناسب دوت. فببدا في الاثنين دولت مع بعض على اساس ان انا يوم لما اوصل لنتيجه ابقى وصلت لنتيجه في الوزن والشكل. لان في الحالات اللي بتبقى بتمشي على نظام دايت بس وهي كميه الدهون مش متوزعه بتساوي، بيوصل للنهايه بيقول لي انا خسيت بس لسه عندي بطن او لسه عندي ارداف، فبيبقى برضه لسه مش ساتسفايد، ما وصلش للنتيجه المرضيه بالنسبه للشخص، فبرضه مش عارف يلبس كويس. صحيح. طب حضرتك لما بتبدا بالاجهزه، هل ده بيأثر ان انا النزول في الدايت بيبقى اسرع؟ يعني بتحس ان نتيجه الدايت بتديك نتيجه اقوى من تخلص من نسبه الدهون اللي موجوده في المناطق دي؟ تمام، سؤال كويس جدا جدا. انا عندي دلوقتي اجهزه تفتيت الدهون ملهاش علاقه بالميزان، انا عندي محورين، محور الوزن وده عشان انزل فيه استخدم نظام غذائي سليم صحي متوازن. تمام. نقطه الشكل اجهزه تفتيت الدهون عشان اوصل لوزن وشكل سليم. طب انا عملت جلسه تفتيت الدهون النهارده، هطلع بعد كده على الميزان الاقي نفسي خسيت؟ لا. ليه؟ ابسطها لك بحاجه بسيطه، الورقه اللي قدامي ديت خلاص لو شلتها حطيتها على الميزان هل هتوزن؟ مش هتوزن حاجه، طبعًا. 80 جرام طبعًا. جرامات بسيطه خلاص، بس هي ليها قيمه وليها حيز، من بتشغل حيز من الفراغ في دهون اللي بتبقى موجوده في البطن ديت اللي انا بشتغل عليها، اللي هي الدهون المتكدسه، اللي هي الدهون اللي المنطقه ديت فيها كمية دهون أكتر، أنا هقعد أشتغل على الدهون ديت عشان أفتتها تبان نتيجتها في اللبس وفي الشكل بس ما تبانش في الميزان. خلاص، فيبقى أجهزة تفتيت الدهون بتأثر على الشكل، النظام الغذائي ده بيأثر على الميزان. تمام. ساعات بنقرأ على النت ومواقع والمدونات الشوربة الحارقة، المشروب الحارق اللي هيخسس في خلال اسبوع 8 كيلو، هل ده فعلا ممكن حاجات تساعد على يعني زياده معدل الحرق، ولا دي بتبقى كلها ملهاش لازمه؟ بصي، معدل الحرق لازم نبص على طبعا انا ضد جدا الحاجات اللي بتتقال لكل الناس كده مره واحده. معدل الحرق دوت بيتاثر لو الشخص عنده انيميا، لو الشخص عنده ارتفاع في ضغط الدم، لو الشخص عنده سكر عالي، لو الشخص عنده نقص في هرمون الغده الدرقيه، لو الشخص عدد ساعات النوم بتاعته غير منتظمة، لو الشخص مواظب على مسكنات، أو الشخص مواظب على مضادات اكتئاب، أو الشخص بياخد أدوية كيميائية بصورة مسرفة، خلاص الـ 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 الأكل المحفوظ والمواد الحافظة، كل الحاجات دي بتأثر على معدل الحرق. فأنا لازم لما آجي أصلح العادات الغذائيه الغلط، زي ما بنشيل الفطار بنشيل الغداء بنشيل العشاء كل الحاجات ديت، لما اجي اظبط معدل حرق ما ينفعش ان انا اجي اقول
الشوربة ديت هي اللي هتخسس. لا، ده غلط جدا جدا. لازم أبص على نمط الحياة نفسه والعادات السليمة نفسها عشان أبدأ أصلحها، لأن الجسم كله وحدة واحدة. المشاكل ديت بتأثر على الجسم كلها. فلو الشخص عنده أنيميا وخد الشوربة الحارقة خلاص مش هيخس، لأنه عنده أنيميا يعني هي في مشكلة عضوية مأثرة على معدل الحرق. هل يوجد علاقة كبيرة ما بين السمنة والضعف الجنسي؟ طبعا زيادة حجم منطقة البطن دوت بيأثر بالسلب على العملية الميكانيكية نفسها، بجانب ان احنا زيادة حجم البطن دوت بيأثر على الدم الدورة الدموية، فبيؤدي الى قصور في الدورة الدموية وده بيأثر. بجانب زيادة الدهون في منطقة البطن ديت بتأثر على زيادة هرمون الاستروجين، هرمونات الأنوثة بتحب تنتشر في وجود الدهون، فده بيأثر على الضعف الجنسي. رابع حاجة الكوليسترول ودهون الدم دي بتأثر برضو على الدورة الدموية وبتأثر بتؤدي إلى ضعف جنسي. ده بالنسبة للراجل. بالنسبة للست، الدهون اللي بتبقى موجودة دهون الأرداف ودهون أسفل السرة ديت بتأثر على بتؤدي إلى تكيسات مبايض، فديت برضو بتأثر على عند بتأثر على ضعف جنسي عند السيدات. نصائح أخيرة قبل ما أختم مع حضرتك لمشاهدينا ومتابعينا يوم الخميس قبل ما نخرج النهاردة، الويك إند بيبدأ، بنبدأ نخرج بقى وناكل محتاجين نعيش. إن احنا نفطر ونتغدى ونتعشى وناكل بين الوجبات. محتاجين إن احنا ما نحرمش نفسنا، لأن الجوع مش هو ده اللي هيخلي الشخص يخس أسرع. محتاج إن احنا نتعامل مع السمنة إن هي مشكلة صحية. محتاجين إن احنا نشوف المشاكل الصحية من الأنيميا والضغط والسكر. محتاجين نعمل كونسولتو على الحالة. محتاجين إن احنا نعرف إن أجهزة تفتيت الدهون بتعلي من معدل الحرق عشان أنا بتخلص بقلل نسبة الدهون اللي موجودة في الجسم، ولما نسبة الدهون بتقل بيزيد من معدل الحرق. وأجهزة الدهون ليس لها تأثير على الميزان ولها تأثير على الشكل. محتاجين الالتزام والنفس الطويل كده، ونحل المشكلة بطريقة سليمة عشان ما نرجعش نخس وندخن تاني مرة تانية. نورتنا النهاردة يا دكتور، بشكرك على وجودك معنا. دكتور مصعب ربيع، استشاري العلاج الطبيعي وإذابة الدهون، مدرس كلية العلاج الطبيعي جامعة 6 أكتوبر. نورتنا، وأتمنى أن المشاهدين يكونوا استفادوا مننا النهاردة، وكمان اتعلموا شوية حاجات أن احنا نقوم بيها خلال الدايت. لازم يكون عندنا صبر وإرادة وطولة بال، أن الدايت ما بيجيش بسهولة أو انزال الوزن ما بيكونش بسهولة كبيرة. بشكركم على حسن المتابعة، نلقاكم غدا وحلقة جديدة من طبيب اليوم، وإلى اللقاء.